الباب الثالث في المحاضرة بيتناول تقنيات وأساليب استخدام محركات البحث. بنقصد تقنيات وأساليب أو الأساليب عموما بأنها هي الأوامر اللي بقدر أستعين بيها عشان تقلل لي عدد الصفحات وتركزها لي في الموضوعات اللي أنا عاوزها. لابد أن يكون في عندنا نعرف أو نعرف في ملاحظات عامة على محركات البحث. إن بنقول إن كل ما هو على الشبكة مرتب مصنف بالاسم والموضوع، إن محركات البحث هي الأدوات الوحيدة اللي بقدر أتعامل فيها مع ما هو موجود في المكتبة الكبيرة تحت الإنترنت. النقطة اللي بعد كده إن أنا لابد إن أنا لا أعتمد على محرك بحث واحد، لأن في عدد كبير جدا من المستندات ما بيجيش مع كل محرك، بمعنى إن كل مكنة بحث لا تحتوي على أكثر من تلت إلى نصف الموجود على الإنترنت. إذا لما بدور على المعلومة بيأكد لي ان المعلومة دي موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا، او اللي ما بيقدرش يجيبه المحرك الاولاني بيجيبه للمحرك التاني. الحاجة الاخيرة ان ليس كل ما ينشر على صفحات الانترنت صحيح وصادق، وطبعا ده معروف في حاجات اذا كانت حاجات يعني سياسية او دينية او الكلام ده كله، حاجات بيبقى لها اهداف معينة. عشان كده لابد ان اتأكد من اكتر من موقع في اكتر من محرك بحث على هذه المعلومة عشان يكون في مصداقية لهذا الكلام. ما معنى انك انت لما بتوصل تكتب كلمة جي بي اس في محرك البحث بتلاقي ان هنا في نتائج وهنا نتائج مغايرة، ده مش معناه ان واحد فاشل وواحد كويس، لا، ده معناه انك انت استخدمت المكنة او استخدمت المحرك في نطاق معين ومحرك التاني في نطاق اخر. لابد تعرف انت بتبحث عن ايه وانهي مكينة بحث اختارها في الاول خالص. كل واحد بيخش على النت بيعمل تغيرات، برامج السبايدر هي اللي بتظبط لك الكلام ده كله، هي اللي بتجيب لك دايما احدث حاجه. لو واحد قفل الموقع بتاعه بتقول لك ان الموقع بتاعه مقفول، لو عمل ري اورينتيشن تاني للموقع بتاعه وداه لاسم تاني بيقول لك ان انا وديته الموقع تاني. كل ده اللي بيعمله برامج السبايدر الموجوده عندنا. تقنيات البحث، اول حاجه زي ما قلنا ان لابد ان اكون اختار المحرك المناسب للكلمات المناسبه. شو انا بدور على شركات يبقى استعمل ياهو، بدور على الكلمة ككلمة مطلقة يبقى استعمل جوجل، عايز ادور في اكتر من مكنة بدور على المجموعة الثالثة. لازم اختار كلمة متخصصة للبحث، بختار كلمات اضافية ليها بقدر الامكان تكون كلمات واضحة صريحة ولها علاقة تماما بالكلمة الاولى، ما تبقاش كلمات عامة. الملحوظة الرابعة ان لابد ان انا وانا بكتب الكلمات بتاعتي اكون متسلسل، يعني ما اجيش ادور على اكس من الناس موجود في كلية معينة اقول اكس وبعدين الكلية وبعدين الجامعة، لا، اقول جامعة كذا كلية كذا وبعدين اكتب مستر اكس. لازم يكون التسلسل ماشي من الكبير للصغير علشان المكنة يبقى فيها اورينتيشن، وهي بتبحث لك بتخش الاول على موقع الجامعة وبعدين بتخش على موقع القسم او موقع الكلية وبعدين بتجيب لك بيانات عن الشخص اللي انت بتدور عليه اللي هو مستر اكس جوه المجموعة دي كلها. لكن لو كتبت له مستر اكس في الاول خالص هيبحث عنها بصفه عامه جدا ويجيب لك المواقع اللي بتتكلم عن اكس في الاول خالص بدون اي لازمه وانت مش محتاجه خالص. الموقع اللي انت عاوزه بيكون ورا خالص بيتعبك عشان توصل. لابد انك انت تستفيد من خيارات البحث المتقدم الموجود في الادفانس سيرش، وده موجود في جوجل بتلاقيه بالشكل دوت. ده بيسهل لك شويه، بيدعم لك شويه بعض الكلمات، بيعمل لك بعض الاوامر اللي بتسهل لك شويه وبتعمل لك ريستريكشن او قيود على المواقع اللي بتطلع لك توجهها لك الى الكلمات او الى المواقع اللي انت عاوزها. لابد تاخد بالك من كابيتال او سمول، بتكتب الكلمات كابيتال او سمول. اللي نعرفه كويس قوي ان لما تكتب الحروف صغيره بيجيب لك كل المواقع اذا كانت مكتوبه هذه الكلمه فيها صغيره او كبيره، ولكن لو كتبتها كابيتال في بعض المحركات، وبنأكد تاني ان هو في بعض المحركات بيجيب لك الكلمات المكتوبه بهذا الشكل فقط اللي هي مكتوبه كبير او مكتوبه كابيتال، ما بيجيبلكش السمول. لكن في جوجل وبعض المحركات الاخرى ما بتفرقش معاها سواء كتبتها كابيتال او سمول، بيجيب لك الاثنين بيبقى نفس العدد. زي ما احنا شايفين هنا الحاله السابعه بتاعتنا، ناخد بالنا كويس قوي لما اجي اكتب الكلمه انا بكتبها امريكاني باللغه بالهجاء الامريكي ولا بكتبها بالهجاء الانجليزي، color c o l o r ولا color c o l o u r. هنا هيجيب لي المواقع اللي فيها كلمة color c o l o r اللي هي 543 مليون، والمواقع التانية اللي بتتكلم عن كلمة color 129 مليون. ناخد بالنا ان المواقع دي غير المواقع دي، دي مواقع بتتحدث الامريكية ودي مواقع بتتحدث الانجليزية. ناخد بالنا برضه هل بكتب الكلمة مفرد ام جمع، هنا كتبتها building
مفرد اداني 468 مليون موقع، هنا كتبتها بيلدنجز اداني 129 مليون موقع. خلي بالنا ان لو كتبنا بيلدنج هجيب لك الاثنين بيلدنج وبيلدنجز، لكن لو كتبت بيلدنجز مش هجيب لك بيلدنج. داخل خانة المحرك ممكن بعمل عمليات حسابية مشابهة تماما للموجود على الكالكوليتر العادي، جمع طرح ضرب ساين كوزاين اي عمليات هندسية ماثيماتيكالز بقدر اشغلها في جوه خانة البحث. ودي الصورة بتاعتي، بجيب الاس بجيب الساين بجيب السكوير روت بلاقي النتيجة تطلع لي قدامي بهذا الشكل. برضو ممكن استخدمه او استخدم محرك البحث جوجل في ان انا بحول ما بين الوحدات والقياسات مع بعضها، ودي امثله اللي عندنا 90 درجه انريديانس بيقول لك ان قيمتها كذا، 125 سنتي انفيد بيديها لك بالشكل الفلاني، السرعه بتاعتي 100 كيلو 100 كيلو متر بير اور بيقول لك قد ايه بالميل بير اور، وهكذا. في عندنا بعد كده اساليب البحث المتطوره، دي تنقسم الى ثلاث مجموعات، يا اما الارثماتيك سيمبلز يا اما البوليان كوماندز يا اما الاوبريتور كوماندز، رياضية منطقية أو أوامر تشغيل. الرموز الرياضية بتتكتب مباشرة قبل كلمة البحث بدون مسافة بيني. الأوامر المنطقية لابد إنها تتكتب كابيتال وتتكتب قبلها مسافة وبعدها مسافة، قبلها سبيس وبعدها سبيس. أوامر التشغيل اللي هي المجموعة الثالثة لابد بتتكتب وراها نقطتين فوق بعض. بعض المحركات بتختلف برضه زي ما قلنا قبل كده في استجابتها وبالذات للأوامر الرياضية وبعض الأوامر المنطقية، بتبقى بعض الأحيان بتبقى هيدن جواها، بتبقى ديفولت جواها مش محتاج أكتبها عشان أخش تديني ميزة زيادة أو تعمل لي تقييد للبحث بتاعي. هنا كلمة زائد وأنت لما أجي أبص على جي بي إس هاند هيلد في جوجل ألاقي هنا 7,420,000 هي نفس المواقع هي هياها، إذا جوجل ضمنيا موجود في كلمة زائد أو أند، إذا مش هتضيف له كتير الحدوتة دي بالنسبة لعدد المواقع اللي بيبحث عنها. في دوك بايل هتلاقي هنا جي بي اس هاند هيلد اللي انا كتبتها له هنا، قلت له جي بي اس اند هاند هيلد اند هاند هيلد، اداني هنا 62 موقع اداني 59، اذا في بعض المحركات بتفرق معاها كلمه اند. بستخدم علامه سالب او نوت عشان خاطر استثني ما بعدها من النتائج، يعني بقول له اديني جي بي اس نوت هاند هيلد، يعني هات لي المواقع اللي فيها كلمه جي بي اس وما فيش فيها كلمه هاند هيلد، بكتبها له يا اما نوت يا اما سالب. نوت تبقى مسافة قبلها ومسافة بعدها، وسالب بتبقى مرتبطة بيها مباشرة. لما اجي ابحث عن جملة في عندنا اكتر من طريقة، في عندنا ثلاث طرق عشان ابحث عن الجملة، واعتقد ان في كتير مننا اول ما يعرفوش حتى الان غير طريقة واحدة اللي هي علامة التنصيص اللي هي الدبل كوما الموجودة فوق، ولكن لابد انك تعرف ان في كمان معاها علامة ناقص ممكن اكتبها ما بين الكلمتين وبعض، او بحط ثلاث نقط ما بين كلمتي البحث عشان اقدر اوصل لعدد الكلمات بتاعتي، كل واحده فيهم ليها معنى بيختلف شويه عن التاني. لما جيت دورت على جي بي اس هاند هيلد ككلمتين مستقلتين اداني 7,420,000، لما جيت دورت على جي بي اس هاند هيلد كجمله اداني 404,000، لما جيت دورت عليها جي بي اس سلاش هاند هيلد ادتني 429,000، قريب جدا من الجمله الموجوده عندي فوق. لما باجي اكتب الرمز التلدة قبل الكلمة بتاعتي بيديني مرادفات، مرادفات يعني الكلمات طبعا احنا عارفين كويس قوي ان في بعض الكلمات بتستخدم باكتر من منطوق لكن بيبقى كلها معنى واحد، اوتو كار فيهيكل كلهم بيشملوا في نفس المضمون كلهم مرادفات لكلمة واحدة. فلما اجي اقول له العلامة بتاعتي دي مسبوقة بكلمة اوتو، ودي بتبقى موجودة عندي في الكيبورد فوق خالص على الشمال جنب حرف الذال او بتاع او تبع حرف الذال على الشمال خالص في الكيبورد بتاعي، بلاقي ان نتيجه البحث بتاعي بتوصلني الى المواقع اللي بتحتوي على اوتو وبتحتوي على فيهيكل بالاضافه لكلمه كار. علامه الاستريك اللي بحطها عشان خاطر زي بالظبط الدوس بحطها عشان ادور على كلمات او اسف على حروف مفقوده في الكلمه نفسها، وممكن بستفيد بيها برضه ان انا احطها عشان ادور على كلمات برضه جوه الجمله بتاعتي. تعال نبص عليها كده، والميزه بتاعتها بصراحه انها كمان لقيت انها اكتشفت انها بتشتغل كمان في اللغه العربيه، يعني لما اجي اقول له المركز استرك
العالمي بيديني المركز الطبي العالمي، بيديني المركز التجاري العالمي. نفس الكلام، انا مش متاكد من منطوق كلمه زي كلمه محمد، في ناس بتكتبها دبل ام، في ناس بتكتبها ام واحده، فبدي له ام او اتش اي ام، ده اللي انا متاكد منه، ده لابد يكون موجود، وبدي له استرك بعد كده، بيروح مديني بعد كده ان دي موجوده، او بديني المواقع اللي بتحتوي على كلمات محمد بالدبل ام، وعلى المواقع اللي بتحتوي على كلمه محمد بام واحده. الكوشن مارك بتاعتي، العلامة الاستفهام بتاعتي، بحطها لما اكون بدور على حرف واحد بس او رقم واحد بس. اورجانيزيشن مش عارف اذا كان السبيلنج بتاعها بالاس او بالزد، عارفين دوت امريكاني دوت انجليزي، فهنا حطيتها. قال لك ديد يو مين اورجانيزيشن، فعلا اداني كلمات سواء كانت موجوده بالاس او بالزد شامله في هذا البحث. لما اجي انفذ اكتر من عدد من الاوامر المنطقيه، لابد ان انا احطها بين اقواس عشان ناخد كل مجموعه على حده، بيعامل كل قوس على حده. انا هنا بقول له جي بي اس اور هاند هيلد نوت سوفت وير اور داونلود، يعني انا عاوز المواقع اللي بتحتوي على جي بي اس وهاند هيلد ولا تحتوي على كل من كلمه سوفت وير او داونلود. ننتقل بعد كده للجزء الثاني، في عندنا مجموعه من الكوماندز اللي هي الاوبريتنج كوماندز، عشان نفهمها لابد ان انا افهم شويه حاجات قبلها. بقول عندي ان في عندي انواع الفايلات الموجوده عندي، لما اجي افتح النت بيتفتح اوتوماتيك معايا نوعيه فايلات مكتوبه بصيغه الهوت ميل اللي احنا بنسميها الهايبر تكست مارك اب لانجوج، ودي الاكثر شيوعا وتمثل 80 90% من صفحات الانترنت. بعد كده في عندي انواع ثانيه، في عندي برامج او في عندي فايلات بتبقى ناتجه عن استخدام البرنامج الاكروبات ريدر، في عندي اكسل، في عندي فايلات مكتوبه بالباوربوينت، في عندي مكتوبه بالدوك، حسب ما المؤلف بتاع الصفحه بيختار السيستم بتاعه او بيختار نوع البرامج اللي بيستخدمها عشان يعرض بياناته على موقعه. نبص هنا دلوقتي، دي نتيجه لموقع واحد معين، بلاقي مكتوب عندي فيه بي بي تي، في عندي ليكتشر، في عندي فايل فورمات مكتوب قدامي فيو از هوت ميل، بعد كده بيجيب لك بعض الكلمات الصغيره عن هذا الموضوع، في الاخر خالص في عندنا الرابط اللي موجود باللون الاخضر، وبعد كده بيكتب لك سيميلار بيتش. الجدول اللي قدامنا ده بيوضح لنا نوع تفصيله بيوضح لنا تفصيله لكل ما هو موجود في هذا الشكل، في هذا الموقع او في هذا الرابط. اول حاجه بيقول لك نوع الملف عندي ان هو بي بي تي، زي ما قلنا قبل كده في عندنا نوعيه للملفات، اذا لم يذكر فبيكون نوع الموقع هو اتش تي ام. بيجي جنبه على طول التايتل او العنوان الفني للصفحه، لان يعني في ناس كتير بتلخبط او ما بين العنوان الفني والعنوان الرابط. دوت العنوان الفني للصفحه هو كاتب كتاب، كاتب محاضره، كاتب اي حاجه بيحط لها عنوان مهني بالنسبه له بيفيده، ولكن مش هو عنوان الرابط بتاعه، مش هو الادرس بتاعه. بيشتمل على كلمات البحث بتكون بلون مختلف شويه، ودوت اول ما اجي اعمل كليك عليه بينشط مباشره. بعد كده بنتقل الى الفايل فورمات اللي بتلاقيها موجوده عندي هنا كده، فايل فورمات بيكتب لك اسمها، دي موجوده ان هو هنا عندي مايكروسوفت باوربوينت. عاوز اشوف هذا الفايل كهوت ميل، يعني بشوفه كعرض سريع، ده بيفيدني جدا ان انا بدل ما اقعد انزل فايل 10 ميجا واقعد استنى نص ساعه وبعد ما افتحه الاقي ان هو ما يفيدنيش كتير، بيجيب لي تصفح سريع للصفحه بتاعتي او للموقع بتاعي، اقدر اقرا بسرعه واعرف اذا كانت مكوناته هتفيدني ولا لا عشان اقدر اعمل له داونلود ولا لا، واوفر الوقت بتاعي. بعد كده بيجيب لي تكست او بيجيب لي بعض ملخص للتكست الموجود اللي فيه، او بعض الكلمات او بعض الجمل اللي انا بحثت عنها موجوده داخل هذا الملخص. الاخضر دوت اللي احنا بنسميه اليو ار ال، او بنسميه الرابط، او بنسميه العنوان الالكتروني للسايت. لما بتيجي تقول www كوف كذا، اذا دوت الرابط بتاعي هو دوت الورلد وايد ويب ادرس. بيشمل اسم الحاسب، بيشمل تسلسل الملف، وهنشوف، وبيشمل حاجه اسمها دومين، وهنشوف بعد كده شرح للكلام ده كله بالتفصيل لكل واحد فيهم. في بعض المواقع الهوت ميل بيقول لك دوت كاش، الكاش هنا بتقابل تماما فيو از هوت ميل،
بيجيب لك الكلمات اللي بتبحث عنها بلون مخالف جوه الصفحه بتاعتك، او بتقول له هات لي سيميلر بيج، اللي اخر حاجه عندي هنا دلوقتي. السيميلر بيج بيجيب لك الصفحات المشابهه للصفحه المعروضه من حيث المضمون ونوعيه الملف. تعالوا نفهم يعني ايه يو ار ال، يونيفورم ريسورس لوكيتور. لما اجي اكتب هنا دبليو 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 اس ار يو كذا كذا كذا، بلاقي فيه كلمه كبيره، كلمات، بعض الاختصارات، نفهمها واحده واحده مع بعض. اول حاجه اتش تي تي بي، اللي هو طبيعه نقل الداتا ما بين الحاسب الخاص بالجامعه او الخاص بالهيئه الى شبكه الانترنت، بنسميه ترانسفير بروتوكول هايبر تكست. 90% من البرامج الموجوده او 90% من الحاسبات الموجوده في المنظمات وفي الهيئات وفي الجامعات بتتصل بحاسب الانترنت عن طريق هذا الرابط اللي هو الاتش تي تي بي. ده ما يفيدناش كتير، نعرف بس ان هو دوت، نفهم مفهومه ماشي ازاي. الجزء الثاني اللي هو www.sru education بيقول ان هو بيشمل الادرس بتاع هذا الموقع. الادرس معناه ايه؟ الجامعه او المنظمه او الهيئه عندها حاسب لابد تحط له بعض الكلمات اللي بتعرف هذا الحاسب، سواء كلمه كامله او سواء اختصارات لاسم الجامعه نفسه او اسم الهيئه بتاعتها. عندنا هنا اس ار يو بتوضح ان هي جامعه سبلاي روك يونيفرسيتي. اخر حاجه في الجزء التالي بتاعنا اللي هو اديو، ده بيدل على ان هو منظمه علميه او هيئه علميه. ده اللي احنا بنسميه الدومين بتاعي. الدومين بتاعي اما بيكون organization، اما بيكون منظمه، يا اما بيكون اقليمي. المنظمه بكتب له education، بكتب له military، بكتب له commercial، ها كوم، او جيوغرافيكال يخص بلد معينه، بكتب اي ار فور اسف، بكتب اي جي فور ايجيبت، بكتب يو اس فور امريكا، بكتب سي اي فور كندا، وهكذا. دخلت على الحاسب الخاص بالجامعه، بلاقي ان الفايل اللي انا بتفرج عليه دلوقتي اللي هو الاندكس هوت ميل موجود في بعض الفولدرز، موجود في بعض التسلسل الهرمي. في اول فولدر فيه اسمه ديبس، جواه فايل اسمه سي اتش اتش اس، وهكذا لغايه لما اوصل للفايل بتاعي. اذا ده بيحدد لي مسار الصفحه وترتيبها جوه الحاسب بتاع هذه الجامعه. في عندنا بقى بعض الكوماندز اللي هنستخدمها دلوقتي اللي بنقول عليها اللي هي الاوبريتور كوماندز. دي بتفيدني جدا بقى لما نحب اعمل ريستريكشن للداتا بتاعتي، ريستريكشن للمواقع بتاعتي عشان اوصل للهدف بتاعي. اول كوماند عندي اسمه ان تايتل. ان تايتل معناها هات لي هذه الكلمه فقط في العنوان، او بقول له اول ان تايتل زي ما احنا شايفين هنا، يعني هات لي هذه الكلمات في العنوان. فلما اجي اقول له اول ان تايتل جي بي اس هاند هيلد، هلاحظ ان العدد قل معايا، وهلاحظ ان جاب لي كل المواقع اللي في عنوانها الرئيسي، في عنوانها الفني، في عنوانها المهني، كلمه هاند هيلد او كلمات هاند هيلد وجي بي اس. لما اجي اقول له ان تكست جي بي اس، انا عاوز جوه التكست نفسه تكون كلمه جي بي اس او كلمات اول ان تكست، يا كلمه يا كلمات، قلت له ان تكست او اول ان تكست، هنا بيجيب لي المواقع اللي فيها عدد الكلمات جي بي اس وهاندلد جوه هذا التكست وليست في العنوان الرئيسي للصفحه. لما اجي اقول له جي بي اس ان يو ار ال هاند هيلد، ده مهم جدا بقى عشان خاطر انا عاوز اقول ان الناس اللي كاتبه في ال زي ما احنا شايفين اهو، الناس اللي كاتبه في اليو ار ال في العنوان الالكتروني بتاعها كلمه يو ار ال كلمه هاند هيلد، هات لي المواقع بتاعتها. بتقلل لي العدد بطريقه كبيره جدا، لان بتكون دي ناس متخصصه وناس عامله فولدر مسميها هاند هيلد، اذا بقدر اخش عليها على طول وتجيب لي اللي انا عاوزه. بعد كده الامر فايل تايب. الامر فايل تايب دوت من الاوامر الظريفه جدا، اللي بيقول تقول له انا عاوز فايلات بنوعيه معينه، عاوز فايلات بي دي اف بس، عاوز فايلات باوربوينت بس، عاوز فايلات دوكيومنت بس. فمثلا دلوقتي انا بدور على ابحاث سبميتد معتمده في مجال الجي بي اس ولكن بصيغه البي دي اف، فبكتبها له زي ما احنا شايفين دلوقتي جي بي اس سبميتد.
ثيسس سبميتد، والفايل بتاعها بي دي اف. هيجيب لي كل رسائل الماجستير والدكتوراه اللي فيها كلمه جي بي اس وفيها كلمه ثيسس وفيها كلمه سبميتد. ممكن اعمق البحث شويه واجي اقول له لا انا هات لي كمان في ان يو ار ال كلمه ثيسس. اللي بيعمل بحث يا جماعه عاده لابد يكتب تحت ان هي بحث، يكتب لك تحت في العنوان الاخضر بتاعنا، بيكتب لك في الرابط بتاع ان هي ثيسس. في عندي اكتر من طريقه زي ما احنا شايفين في اخر الصفحه، اكتر من طريقه اقدر اخش بيها عشان اجيب المواقع فقط، اذا كانت محاضره، اذا كانت بحث، اذا كانت اي حاجه، اذا كانت ليسون، بقدر اجيبها واجمعها كلها معايا. نبص هنا جي بي اس هاند هيلد فايل تايب بي دي اف. هات لي فايلات البي دي اف اللي فيها كلمه جي بي اس وهاند هيلد. قال ايه 303000 موقع. لما جيت قلت له هنا هات لي الفايلات بنفس الكلمات دي اللي بتتكلم فيها او الصيغه بتاعتها باوربوينت جاب لي 640، يبقى انا كده وصلت للمحاضرات الباوربوينت اللي معروضه سلايد شو من خلال هذا البحث. هنا حبيت اعمق شويه، قلت له جي بي اس ان يو ار ال اديوكيشن. ان يو ار ال اديو معناها هات لي المواقع اللي صادره عن جامعات فقط، اللي صادره عن هيئات تعليميه فقط. ان يو ار ال ليكتشر اللي فيها كلمه عنوان في الرابط بتاعها، في الفايل تايب بتاعها باوربوينت. طلع عندي 146، هم دول اعتقد اكون ساتسفايد جدا بيهم واقدر اطلع منهم اللي انا عايزه. كلمه ريليتد دي برضو احد الاوامر اللي بستخدمها معايا، دي بالظبط زي سيميلر بيج. اقول له هات لي ريليتد دبليو دبليو جار من كذا، بيجيب لك بعض المواقع اللي بتكون مرتبطه بهذه الصفحه، ده استخدامه مش كتير قوي هذا الكوماند. في كلمة لينك، لما ببحث في أي صفحة بلاقي إن في عناوين أكتف معايا جوه هذه الصفحة، فلينك معناها بيكتب لي الصفحات أو المواقع المرتبطة مع صفحة البحث عندي. أنا هنا عندي كلمة www.jarman.com، الموقع دوت مرتبط بملايين الصفحات الأخرى أو بعشرات الصفحات الأخرى، أقول له إديني أسامي الناس اللي جارمن ده متصل بيها. كتابة كاش قلنا أعمل له بالظبط زي فيو أز هوت ميل، بيجيب لك الكلمات اللي انت عارفها او اللي انت عاوزها، بيبقى عاملها لك هايلايت يعني بينورها لك عشان تدور عليها بسهوله لما تكون بتدور على الكلمه داخل التكست او داخل الصفحه بتاعتك. الامر الثامن دوت امر ديفاين، ده من الاوامر الظريفه جدا وكثير استخدامه، واي كلمه قدامك انت مش عارف معناها اكتب له ديفاين، نطفين فوق بعض ال سي دي ديفاين اي دي سي ال ديفاين، اي اكسبريشن انت مش عارفه هيروح بادي وجايب لك المواقع اللي انت او اللي بتعرف هذه الكلمه. بقول له ديفاين ال سي دي، يروح مدخل لك ويقول لك التعريف بتاع ديفاين ال سي دي موجود في مواقع كذا وكذا وكذا وكذا. الامر التاسع وده برضه من احد الاوامر الظريفه في المعرفه، لما اجي ادور على كلمه ال سي دي جوه موسوعه معينه، الموسوعه دي بنسميها ويكيبيديا، دي موسوعة حرة شاملة للناس كلها، ممكن أي واحد يخش يعمل إيديتنج ليها، ممكن يضيف كل أي حاجة، يضيف أي معلومة ليها عن طريق إدخال البيانات بتاعته الشخصية وبيتدخل أي حاجة هو عايزها. فممكن برضه لو كتبت ويكي ال سي دي هيعرف لك يعني إيه ال سي دي في موسوعة الويكي بيديا. الأمر العاشر أو المجموعة العاشرة دي بستخدمها لما يكون عندي في ناس عاملة مجموعة مع بعض، لازم كل واحد بيكتب فروم سبجكت والكي ووردز، فممكن اقول له دور لي على المواقع اللي جايه من دكتور مولر، دور لي على المواقع اللي مكتوب فيها السبجكت هاند هيلد وهكذا. ودوت مثال لهذه المواقع اللي بتكون معموله جروبس بينهم من بعضيهم، بيبعثوا جوابات او مراسلات بينهم من بعض. الباب الرابع عندنا بعض الخصائص الاضافيه لمحركات البحث، هنتناول منها. اول حاجه المصحح الاوتوماتيكي، وده قلنا زي ما بنقول انك انت لو كتبت اي كلمه السبيلنج بتاعها غلط بتلاقي في اول سطر ليها did you mean هذه الكلمه، بتقول له اه، فيروح يجيب لك الكلمات الصحيحه والمواقع الصحيحه. في خدمه تانية موجوده في جوجل، لو جيت على جوجل ودوست على مور الموجوده جنبها، دخلت جوه مور بتدي لك حاجه اسمها لابس، وفي جوه اللابس بتلاقي كلمة جوجل سجست، دي برضو بتساعدك في انك انت تعمل سبيلنج صح للكلمات اللي كلمات الادخال بتاعتك.
هنا تعمدت اكتب كلمه جي بي اس هاند هيلد، ما عندوش هو حاجه اكسبريشن من الكلام دوت، فبيقول لك ان ديد يو مين جي بي اس هاند هيلد، بتقول له اه، بيكمل لك ويجيب لك البحث بعد كده بصورته الصحيحه. الحاجه اللي عندنا نمره 2، مترجم الكلمات والصفحات. انا على الكلمات اللي عندي او الصفحات اللي عندي او الداتا اللي عندي عشان اترجمها بتبقى في صورتين، يا اما صوره هارد كوبي او في صوره سوفت كوبي، او بتكون صوره من النت، يعني بيكون سايت عاوز اترجمه بالكامل. دي الثلاث حالات الموجوده عندي. تعالوا نبص مع بعض كده. اول حاجه لما بفتح البرنامج بتاع الانترفيس بتاع جوجل، بلاقي في اليمين خالص في كلمه لانجويج تولز، لو دوست عليها هيديني صفحه تانية فاضيه اسمها جوجل لانجويج تولز، ودي تبع الترانسليشن بتاعنا او اللي بتعمل ترانسليشن. تحت بيكتب لك سبانيش تو انجلش ترانسليت الكلام ده كله. باجي بجيب الفايل بتاعي كوبي بيست، بدخله هنا، ببص تحت بلاقي سبانيش تو انجلش، لازم اغير اللغه. بخش على السطر اللي بعديه بغير اللغه عربي تو انجلش وبقول له ترانسليت، بلاقيه ترجمه لي الى اللغه الانجليزيه. بعد كده اقدر اخده كوبي بيست واخده المكان اللي انا عاوزه. طيب اذا كانت البيانات بتاعتي في صوره ورقيه، كتاب او صفحه، وعاوز اترجمها اعمل فيها ايه؟ لابد اول حاجه اخش على السكانر بتاعي. انا عندي سكانر، بخش عليه، بفتح الصفحه الرئيسيه بتاعته، العلامه اللي فوق دي بتدل على ان انا بعمل عاوز اعمل سكاننج للصفحه دي. ببدا اعمل سكاننج للصفحه دي، ولازم اخد بالي كويس قوي ان الصفحه لابد تكون راسيه تماما، يعني الكلمات او السطور بتبقى افقيه، لان هو هنخش على حاجه بتعرف هذه الحروف، فلا بد يكون في رأسية تماما في الصفحة بتاعتي. عمل سكاننج، لما بيخلصها بلاقي في كلمة على الشمال OCR. OCR اللي هي Optical Character Recognition. هذه الطريقة طريقة ضوئية للتعرف على الحروف. بيتعرف للأسف لغاية دلوقتي بس على الحروف الإنجليزية أو الألمانية أو أي لغة تانية. العربية فيها صعوبة شوية، مش كل البرامج تقدر تعرف الحكاية دي أو تعرف الحروف العربية. بحولها بعد كده باستخدام الاو سي ار، بيطلع عندي تكست مكتوب عندي زي ما احنا شايفين على اليمين فوق، كان في كلمات عربي جابها لي عصافير جنه، ولكن بقدر بعد كده اخد الفايل ده كله على برنامج النوت باد، بلاقي ان هو خدها لي كلها، بتلاقي نفس الكلمات اراكس هي موجوده فوق. طبعا النوت باد ما بيدينيش اي محسنات للتكست، بيداني كلها كاسكي فايل، كلها ككلمات او حروف كلها مع بعضها. الجزء اللي على اليمين برده ما زلنا بنؤكد، اللي هو مكتوب على اليمين خالص دوت، ده معناه ان كان في عندي حروف عربي هنا والحروف العربية مش عارف يقراها، فاداني مكانها عصافير جنة. خلاص بقت على التكست، بقت على البرنامج التي اكس تي بتاعي، باخده كوبي بيست ادخلها هنا، برضه نفس الكلام بقول له حولها لي من انجلش الى عربيك، الاقي بعد كده ان هو حولها لي ترجمة عربية، اقدر اخد ترجمة العربية بعد كده على برنامج وورد واشتغل بيه زي ما انا عاوز واصلح فيه اللي انا عاوزه. لما احب اترجم موقع بالكامل بعمل كوبي بيست، هنبص عليه دلوقتي، بشوف الرابط بتاعي اللي فوق خالص دوت بسميه الرابط بتاعي، باخده اقول له كوبي بيست اللي موجود عندي باللون الاخضر، وبدخله على صفحه الترجمه. اهو ادي الرابط بتاعي، هو جي بي اس وورلد دوت كوم اللي صفحه قدامي باللغه الانجليزيه اهي. بخش على رابط الترجمه برضه نفس الخطوات اللي فاتت عن طريق ادوات اللغه، وبكتبه عندي هنا www.gbsworld.com، وبقول له ترجمه لي من انجليزي لعربي ترانسليت، بيروح مترجم للموقع كله باللغه العربيه. لابد ناخد بالنا ان مش كل المواقع قابله للترجمه باللغه العربيه. طيب دلوقتي انا عندي بقى مجموعه كبيره جدا من الترجمه، وعاوز بقى احمل شريط بحيث يبقى قدامي على طول اقدر استفيد بيه على طول. عشان اعمل الحكايه دي بخش على سيتنجز، دي في الصفحه الرئيسيه لجوجل على ايدك اليمين فوق. لما اخش على سيتنجز بلاقي ان جواها كلمه اوبشنز، في جوه اوبشنز بلاقي ترانسليت سيتنج اللي موجوده عندي باللون الاحمر في نص الشاشه دوت، دي بخليها اكتف، بعمل لها اكتيفيشن وبقول له ابلاي، بلاقي في الاخر خالص ان في الصفحه الرئيسيه لجوجل كلمه ترانسليت دي ايقونه معايا على طول، كل ما احب اترجم اخش عليها تدخلني على الترجمه مباشره. الموضوع الثالث اللي هو قاعده البحث من اليمين لليسار، ده من الموضوعات المهمه قوي. انا دخلت على موقع لقيته مكتوب بهذا الشكل، الرابط بتاعه موجود بهذا الشكل، الراجل كاتب فيه في الاخر خالص ليكتشر 18. طيب ليكتشر 18 دي انا قريتها عجبتني، عاوز اشوف ليكتشر 12 و13 و11، اخش على الرقم 18 اغيره هيبدا يجيب لي نفس الموقع والمحاضره رقم 12 مع
موجودة قدامي على الشاشة. طيب أنا عجبني الموقع وعاوز أخش على المحاضرات كلها، أبدأ أسحب اليو ار ال دوت من اليمين للشمال، أقدر أشيل أول جزء عندي لغاية الإشارة المايلة، لغاية العلامة المايلة، وأبدأ أقول له إديني السايت دوت بدون هذه المحاضرة، يجيب لك الفولدر الأعلى، يجيب لك الليفل الأعلى، وهكذا لغاية لما أوصل في الآخر خالص إلى رابط الجامعة الرئيسي أو رابط الحاسب الرئيسي اللي بيدير هذه العملية كلها والمخزنة عليه البيانات كلها اللي احنا بنسميه الهوم بيج بتاع الجامعة نفسه. نبص كده كمثال للكلام دوت. أنا هنا جيت الليكتشر 17، أول ما بعمل عليها كليك بيقول لي داونلود، بقول له أه، بيسيفها لي. بعد كده بص على الرابط فوق كويس قوي، هنا لما قللت الرابط شوية اداني بقى المستوى الأعلى، اداني الجزء اللي موجود في الحاسب بتاع الجامعة اللي عليه المحاضرات كلها من ليكشر 1 لليكشر 18، أقدر أدوس على أي محاضرة فيه وأعمل له داونلود زي ما أنا عاوز. رجعت المستوى أقل أعلى شوية، ادتني الصفحة الأعلى شوية للموجودة على حاسب الجامعة. كل ما بعلى أكتر كل ما بيديني لغايه لما بيديني الهوم بيج اللي هو اخر واحد اللي هو كوف او ار اس تي اديو، اللي هو الموقع بتاع الجامعه او بتاع المعهد الرئيسي اللي فيه الحاسب الخادم اللي هو على اتصال بالانترنت. بعد كده عندي فيه شريط اسمه شريط ادوات المعرفه اللي هو شريط الانسرز دوت كوم. ده عباره عن شريط بيتحمل معايا عشان خاطر يقدر يساعدني طول ما انا قاعد شغال على الشاشه، اقدر ادخل له اي كلمه اي معلومه اقدر اوصل لها بسرعه. دوت بدي بكتب فوق خالص www.answers.com، بيدخلني على الموقع، بقول له free download and ads on، كليك answers او first click answers، بدوس عليها، ببدا في صفحات تتابعيه لغايه لما اوصل الاقي في الاخر خالص عندي على الشاشه answer tool bar، اي كلمه بكتبها بقدر اخش عليها واقدر اعرف محتواها ماشي ايه، وبيديني بيانات كامله عنها، ودي فعلا وسيله سريعه جدا للبحث عن البيانات للمعرفه وانت شغال على النت. وبيفيدك كمان على فكره في موضوع الترجمه، يعني ممكن اكتب له الكلمه بيجيب لي هذه الكلمه موجوده في انهي موسوعات، والموسوعات بما فيها الديكشنريز، وبيقول لك ترجم عليها بكل اللغات الكلمه دي معناها ايه. بالنسبه ل برضه بعض التطبيقات الخاصه اللي هو استخدام محرك الاقمار الصناعيه اللي هو الويكي مابيا، زي ما قلنا ويكي قبل كده معناها اديتابل، معناها اقدر اي حاجه اخش فيها اعدل فيها، اي بيانات شخصيه ممكن اضيفها. هنا لما بفتح الصفحه الرئيسيه بتاعت ويكي مابيا بلاقي العالم كله عن طريق زوم ان وزوم اوت، في سهم في النص، اسف، في كروس في النص اقدر اتحرك من خلاله، واقدر احرك اجيب ايجيبت على هذا السهم اللي في النص هنا اهو زي ما احنا شايفين هنا اهو. عملت كليك عليه بدات اعمل زوم ان زوم ان زوم ان لغايه لما دخلت لغايه جامعه الازهر. ممكن بعد كده اعمل لو خزنت عليه كلمة مبنى الهندسة المدنية أجي أدور عليها مرة تانية بالشكل ده وأقول مبنى الهندسة المدنية سايت www.wikimedia.org، هيجيب لي ينقلني على المبنى على طول. إذا دلوقتي أنت ممكن تخش على المكان بتاعك مع الاحتراس، ما تكتبش أي بيانات شخصية دقيقة، اكتب أي كلمات عامة تكتبها بأي شكل، تيجي المرة الجاية تكتب هذا الشكل تلاقيه على طول يدخلك على المكان اللي انت عاوزه على طول. اخر حاجه ملخص سريع الباب الخامس، ده ملخص سريع لامر البحث على الانترنت. حاولنا نجمع البيانات كلها في جدول من اكسل، بقول لك ان كل واحد الكوماند شكله ايه، تستخدمه امتى، ايه ظروفه، ايه المواصفات بتاعته. كل اوبريتنج او كل بوليان كوماند موجوده عندك اقدر استفيد بيه ازاي، مع بعض الاخر خالص بعض التركات لما اجي ادور على برامج اقول له فري داونلود، الموقع الاخير بتاع جاهو يوجل اللي احنا قلناه ازاي تدور في مكانتين في وقت واحد. دي بعض الاختصارات الموجوده عندنا زي ما قلنا، في ده الدومين اللي هو موجود في الرابط اللي موجود في اخر سطر في صفحات الموقع او في الموقع نفسه. الكوم معناها كوميرشال، جاف معناها جفرمنت معناها حكوميه، ميل معناها ميليتري، اديو معناها اديوكيشن، وهكذا. لغه الموقع يا اما بتكتب عربيك او انجلش، ده برضه بعض الاحيان الناس بتكتبها تحت في اخر سطر. دي انواع الفايلات بتاعتنا الموجوده اللي تتناولها الانترنت، بالاضافه الى الحاجه الرئيسيه بتاعتنا اللي قلناها قبل كده اللي هو
فايلات الهوتميل. نشكركم ونتمنى ان احنا نسمع اي تعليق منكم على عنواننا الايميل سعيد مغربي@yahoo.com. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.